الله يسلمك. كل العراق واحد حقيقة. حينما تشن حروب أو تكون حروب في المنطقة، بداية يجب أن توقف هذه الحروب، ومن ثم إذا لم نستطيع أن نوقف الحروب تقلل مدة الحروب أو تقلل مساحة الحروب، تقلل بشاعة الحروب. ويجب أولا وأخيرا أنه نحافظ من انزلاق المنطقة إلى حرب جديدة. حقيقة اليوم الحكومة العراقية منذ 7 أكتوبر إلى اليوم بادرت وساهمت، ورأينا كثير من مواقفها نصرة للقضية الفلسطينية، لوقف نزيف الدم في غزة، وقف قتل الأبرياء والنساء والأطفال، وكلنا قلبا وقالبا مع هذا المشروع لوقف هذه العدوان على أخواننا في غزة. لكن يجب أن في بداية الأمر نمكن الحكومة العراقية من أنه تستطيع إيصال المساعدات للغزة، أن تشارك في الضغط الدولي لوقف العدوان، ومن ثم أنه يوقف هذا النزف الدموي بالعراق. من خلال هذه الأمور التي حدثت في بغداد، أنا أتصور لا يستطيع أو لا تستطيع الحكومة العراقية متمثلة بدولة رئيس الوزراء حمد الشاه السوداني أن تأخذ مهامها. سوف يربك الوضع الراهن، وسوف تكون الحكومة العراقية منشغلة في الداخل العراقي، هذا لا يعطي أي فرصة لأن تأخذ دورها في المنطقة. فمن هنا رأيي أنه إذا طالت هذه الأحداث، وأنا لا أتصور بأنها منبعثة من وسائل المقاومة المسلحة، لأنها لا أرى أنها يعني نفس الطريقة أو نفس السياق اللي التجربة، يعني فصائل تضرب العمق كان الصهيوني تضرب القواعد الأمريكية، فإنه تأتي وتضرب كنتاكي لا أعلم، هذا وجهة نظري وراء. فتصور أنه يعني هل تعتقد أن هنالك جهات ربما تحاول خلط الأوراق في الداخل العراقي؟ يعني أنا أتصور أنه هذه ليست حراك الفصائل حينما تضرب تتبنى، حينما تضرب عمق الكيان الصهيوني، حينما تضرب القواعد، حينما وهذه الحكومة لا ننسى هذه الحكومة هي منبعثة من إدارة الدولة وحصرا في الإطار التنسيقي ومدعومة من بعض الفصائل الموجودة، لذلك لا نتفهم كيف يكون أنهم تحرج من قبل نفس الفصائل. إضافة إلى ذلك، الفصائل تأخذ كثير من مهامها بمشورة من طهران. اليوم علاقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع دولة رئيس الوزراء حمد الشاه السوداني علاقة طيبة، فلذلك أنا أتصور بأن هذه الأمور سوف تربك الوضع وسوف لا تعطي ثمار كافي لنصرة القضية الفلسطينية في غزة. نعم سيد عادل.